احنا مشروع قومي تم ابتكاره يعني بفكر وزارة الشباب والرياضة، وبدأنا نحطه بشكل علمي جدا. هو ما بعد الاتفاق 6 سنين بنبدأ بسنتين المشروع القومي للناشئين، بيخرج منه بعد سنتين اختبارات وعمل مشروع قومي الموهبة ثم الصفوة ثم البطل اللي هو خلاص داخل للأولمبياد. وإحنا مخططين جدا إن 2028 يكون في نسبة كبيرة جدا هتكون موجودة، وهيكون لمصر شأن آخر في عدد الميداليات من خلال هذا المشروع. احنا النهارده بنحتفل بتدشين اولى مراحل المشروع القومي لانتقاء الموهبه وللمشروع القومي للبطل الاولمبي. المشروع ده بصراحه احنا كاتحاد مصري للمصارعه كاحد الالعاب الفرديه احنا حقق لنا طفره كبيره جدا في خلال ال4-5 سنين اللي فاتوا. احنا كنا بنعاني من عدم وجود قاعده شعبيه او قاعده من اللاعبين الناشئين الصغيرين اللي بنبدا بيهم عشان نقدر نحقق بيهم حلم اولمبي او بطل ابطال عالم، لازم نبدا من بدري، وكانت دي مشكله بتقابلنا في ان القاعده صغيره جدا اللي بنختار منها. بالمشروع ده اللي قدر في خلال كام سنه يحقق لنا طفره كبيره جدا واعداد كبيره جدا، نتج عنها طفره كويسه جدا ان عندي النهارده عدد كبير يمكن يتخطى 60% 70% من لاعبي المنتخب القومي سواء 17 و20 و23 وكبار حاليا من هذا المشروع. هذا المشروع نتج عنه ان احنا حققنا النهارده بطولات عالم، بطولات افريقيه، بطولات عربيه، بطولات على المستوى الاقليمي. يمكن يكون فيه ان شاء الله بدون مقاطعه يكون فيه بطل او اثنين في الاولمبياد القادم، لكن طبعا هيبقى زي ما السيد الوزير اشار كده في 28 ان شاء الله كذا بطل اولمبي موجودين في هذا المعترك الاولمبي ان شاء الله. المشروع طبعا يعني بيطلع ابطال وحاجه كويسه طبعا، وانا بدات فيه وانا عندي 6 سنين، وبدات العب تنس وانا عندي 6 سنين، واول نادي لعبت فيه هو المشروع القومي، ويعني الحمد لله كويس وبيدينا اللي احنا كلنا عايزينه وكده، وانا الحمد لله حصلت على ثالث مصر تحت 11 سنه، واخدت مركز 7 تحت 19 سنه وانا بلعب تحت 13، وصعدنا في دوري السيدات ما بين فرق كتير يعني الحمد لله، حصلنا على المركز 9 بين اهلي وزمالك وبتروجيت وجزيره الورد يعني، والحمد لله انا اصغر لعيبه في المشروع يعني، وانا 2010 لعبنا دوري ممتاز ب وصعدنا دوري ممتاز الف، وخسرنا على دخول الثمانيه من نادي العبور، وكنا تنافسنا كان من 9 لل16، وحققت انا وزميلتي نورين حققنا الميداليه البرونزيه في الزوجي، وانا دخلت دور الثمانيه في 17 سنه وخدت مركز سادس، وخدت ولعبت بطوله مصر الدوليه وخدت كاس احسن لاعب، اخدت ميداليه برونزيه في بطوله الجمهوريه تحت سن 11 سنه، والله كويس خالص الصراحه يعني، وده اللي خلاني اوصل للمستوى اللي انا فيه. بدات المصارعه من وانا عندي 7 سنين، وانضممت للمشروع القومي من 6 سنين. بدأنا مرحلة الناشئين ومرحلة الواعدين ومرحلة أبطال الواعدين لحد ما وصلنا الآن لمرحلة الصفوة، وقدرت أحقق مع المشروع القومي أول جمهورية 7 سنين ورا بعض على التوالي، وقدرت أخد أول أفريقيا 3 مرات ورا بعض على التوالي الميدالية ذهب، مرة كانت في تونس ومرة في الجزائر ومرة في المغرب، وقدرت أخد أول بطولة البحر المتوسط، كانت بطولة صعبة في لعيبة كلها أوروبية، وقدرت أخد أول عرب، وإن شاء الله نحقق ميدالية أولمبية باسم المشروع ونرفع علم بلدنا. هو أنا بنصح أي ناشئ أو أي لاعب ناوي يلعب باسم نادي معين إن هو يخش المشروع، علشان المشروع بيقدم لك إن أنت بتبقى تحت رعاية الوزارة، وبيبقى في لجنة علمية بتشوف أنت محتاج إيه بالظبط وتقدمه لك.